التاجر الصغير عنوان تندرج تحته طموحات مئات من الشباب في دخول عالم التجارة والأعمال. مسابقة التاجر الصغير في دبي فتحت هذا العام المجال ل 500 مشروع متنوع، حاول أصحابها تقديم أفضل قدراتهم على تسويق مشاريعهم. عبد الرحمن أحد الطلاب المشاركين في المسابقة، والذي نجح في تحويل موهبته في الرسم إلى نواة لمشروع استثماري صغير. عبد الرحمن درك عمره 15 عام وهو من أصغر المشاركات الموجودة هنا في مسابقة التاجر الصغير. عبد الرحمن، شو اللي بتعمله بالضبط؟ هاي كلهم رسماتي، وأسوي رسمات بالمغناطيس وبهاي البادجز نفس هاي. خبرنا ليش اشتركت في هذه المسابقة وشو هدفك؟ بغيت أبيع لوحاتي ورسماتي لأن الناس كانوا يقولون حلوات وشي، وبغيت هدفي أني في المستقبل إن شاء الله عندي استوديو كبير. المسابقة هاي عبارة عن نشاط عملي لمدة 4 أيام يجربون فيها التجارة، نوفر لهم بيئة حقيقية من الأعمال من خلال مركز تجاري، عملاء حقيقيين زوار للمركز. مسابقة التاجر الصغير التي تعمل على تهيئة الشباب لاكتساب مهارات التجارة والعمل على بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال الأعمال، تركز على قيمة الابتكار والإبداع وفق خطط وأساليب مدروسة. اشتركت في المشروع ليكسب خبرات عديدة، أولها الثقة بالنفس والبيع والشراء والمواجهة طبعا. أهميتها أني أنا أكسب خبرة، أقدر أعرض منتجاتي لأعمال يدوية، لأن أنا بعدني قاصرة ما أقدر أخذ رخصة أني أبيع فيهم منتجاتي، فهالثلاث أيام وايد تساعدني يعني. مشروعنا عبارة عن مخدات صغيرة مصنوعة من إعادة تدوير، يعني كلها ريسايكلد، يعني إعادة تدوير القطع، كلها هاند ميد وشغلنا. الهدف من المسابقة ان نحن نكسر حاجز الخوف ما بين الطلبة وسوق العمل، وبنفس الوقت نحن محتاجين ان ندمجهم في سوق العمل بحيث انهم في هاي المرحلة او في هذا العمر اللي هي ما بين 15 ل 25 من طلبة ثانوية وجامعات يندمجون في سوق العمل، يجربون التجارة في هذا العمر، تكون لهم خبرة ونصقل مهاراتهم في التجارة. هذه المسابقة التي تتيح للمشاركين بيئة حقيقية لممارسة الأعمال بكل عناصر المنافسة والربح والخسارة، تساهم في تكوين جيل جديد لا يكتفي بالأحلام المهنية التقليدية، بل يضع التجارة والأعمال في مكانة بارزة بينها، حيث كشفت المسابقة عن مواهب حقيقية في عالم التجارة قد يصبح أصحابها مستقبلاً بين الأسماء البارزة في دنيا المال والأعمال. أيهم القاسم، اليوم على الحرة.